يؤثر تقارب التركي والنظام السوري على إجبار الإدارة الذاتية من تقديم تنازلات؟ من الممكن بأن يكون التقارب بين أنقرة ودمشق يشعل حرب أهلية في المنطقة قبل أن يكون حرب عسكرية بين الجهات المتصارعة. رجب طيب، أردوغان من اليوم الأول هو يعمل أو يستغل الثورة السورية أو الحرب السورية لمصالحه الشخصية؟ لا شك أنه وجود الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف في المنطقة هي صمام الأمان ومسند حقيقي للإدارة الذاتية. شن أي عملية عسكرية إن حصل تقارب بين الدولة التركية والحكومة السورية لأسباب منها وجود الأمريكي في المنطقة. الإدارة بسبب هذه المصالحة مع نظام سوري ستحاول التقرب من النظام وتقديم بعض التنازلات. النظام التركي والنظام السوري لم يتفقا منذ بداية الأزمة إلا على الأكراد.